في خبرنا الأخير مشاهدينا، نهاية غير متوقعة تعرض لها بطل العالم في لعبة الكيك بوكسينج اللاعب فريدريك سينسترا والمعروف بمعارضته الشديدة لتلقي لقاحات كورونا، إذ غادر بناء على رغبته من المستشفى وهو مصاب بالفيروس المستجد بعد أن رفض تلقي اللقاح المضاد للفيروس. وقد توفي فريدريك في منزله بسبب المضاعفات المتعلقة بالفيروس بعد أسابيع من خروجه من المستشفى، وأكيد هذا خبر جدا حزين للأسف. وما ننكر أن إلى اليوم في ناس فعلا معارضة فكرة اللقاح. أنا يمكن قبل كم يوم كنت أشوف دوكيومنتري عن هذا الموضوع، وكانوا في ناس ويقولونها يعني في شتى أنحاء العالم أنهم معارضين ويسوون حملات نعم. وإلى آخره، لكن هذه النهاية اللي لا يحمد عقباها، وإن شاء الله يعني أن الناس تتوعى أكثر وتقرأ أكثر وتستوعب أكثر أنه هذا الشيء لمصلحتهم وصحتهم وحياتهم. ويعني للأمانة يعني أنا مرة حزنت على طبعا الخبر. حزينين على هذا الخبر. أنت بتتكلمي على أقوى رجل في بلجيكا، رجل رياضي، رجل مهتم بصحته، رجل يمارس الرياضة ويأكل صحي، وشفنا يعني فهل هو يعني ما في قوة، يعني إنسان دائما بني آدم ضعيف، هذه دائما الجملة نقولها، يعني مهما كانت قوتك والعضلية ولا صحتك تتفاخر فيها أنت ضعيف أمام فيروس زي كذا. العلم اتطور ولازم نواكب هذا العلم. الفيروس اللقاحات وجدت لتحمينا بعد بإذن الله، يعني فممكن نصاب ولكن تكون الإصابة أخف. يعني ما أدري شو أقول، نتمنى من الجميع من جد أنه الآن تحديدا أنه نلتزم بالإجراءات الاحترازية، برضو التباعد الاجتماعي، لبس الكمامة وغيرها من الأشياء، وأخذ الجرعة الثالثة المعززة، لأنه هذا في النهاية لمصلحتنا جميعا. صحيح يا ريم. فبكذا تكون انتهت جولتنا الإخبارية معاكم اليوم مشاهدينا، مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم ولكن بعد الفاصل.